مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم الساحة. اليوم الفلكي حسن الشيرني عنده توقعات غريبة انه زاد باش يتوقع عليه عديد التوقعات انه باش يعاود يعرس من لولو جديد بعد ما نكر على الشاب بانه معاش باش يعرس، لكن اليوم الفلكي حسن الشيرني يكشف انه عليه باش يعاود يتزوج من لولو جديد. والشيء اللي يثبت مصداقية حسن الشيرني الفلكي انه توقع عنده 3 سنين انه باش يجي فيروس خطير ياسر على العالم كامل، اخطر من فيروس السيدة واللي هو الكوفيد هذا اللي بقينا عنه في طاو، ان شاء الله ربي يهز علينا المرض هذا. وتوقع زاده في 2020 الفيروس هذا بالضبط. لكن اليوم وجه هو رساله على الشابي في احد الاذاعات، قال له انه باش تعاود تعرس انت رغم عن انفك، معناه السيد دخل في علم الغيب. هو الشيء اللي يعمل فيه حرام، لكن ثم عباد تثبت الشيء اللي يعمل فيه صحيح، لكن ديما يبقى حرام. في كتاب رب العالمين سبحانه يقول كذب المنجمون ولو صدقوا، لكن رسالته هو لعلي الشابي اكد عليه انه باش تعاود تعرس، وياكد على ريهام انه علي الشابي باش يعاود يعرس بريهام بن علي. هذه كانت رسالته لعلي الشابي، وهكا نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.